صرف عالمية الوقت حياته كلها تنتهي. يرجع كل حاجة زي ما كانت بعد 7 سنين المرض، بعد مش أمل أي شيء. صعب. الفيلم ده انت شغالين عليه بقالكم هم شغالين بقالهم 7 سنين ونص، هم بيجوا معايا في كل حته يصوروا كل حاجه حقيقيه، فيلم كل حاجه فيه حقيقيه، حتى الكوت اللي عملتها حقيقيه. هو الفيلم بتحكي فيه قصه التغلب على المرض، حتى المرض قصه حياه بس جاب على المرض ازاي كسبت المرض محدش بيكسبها. انا رجعت كل شيء مستحيل، رجعت كل شيء مستحيل. حضرتك اول مره يكون لك تجربه في انا مش ممثل، قصه حقيقيه. كنت كل حاجه حقيقيه. طيب كلمه اخيره تحب تقولها للمشاهدين؟ انا عايز كلمه اخيره ان انتوا تعملوا حوار معانا تاني بعد الفيلم ده، مهم كده رايكم. طيب الفيلم هيتعرض فين؟ هيخش المهرجانات عادي. هو وسط الفيلم هيتعرض فين؟ هيخش المهرجانات عالمية. مهرجانات عالمية ناويين تقدمين في مهرجان حاجه؟ لا بقى اللي اوسكار والكلام ده بعد، هم اللي يقدموا مشاهدين. كان ممكن المخرج جاي يتسال، بس اهم حاجه نسجل ايه بعد الفيلم. الفيلم ده ان شاء الله الخطه اللي احنا هنعرضها النهارده هنا في المكان ده في سينما جميله هنا في هنا بلازا. الحقيقه الناس عايز تشكرنا جدا، عملوا معانا مجهود كبير قوي. بعد كده هنسافر خارج مصر، نخش مهرجانات ان شاء الله في بلان خطه، وبعدين هنبدا نعرض خارج مصر وبعدين نعرض في مصر هنا من الناس. ايه اللي خلى حضرتك تجرب تجربه زي دي ما فيهاش ممثلين معروفين؟ هو ده حاجه اسمها فيلم دوكيومنتري، بيبقى بايوجرافي. الفيلم ده بايوجرافي او سيره ذاتيه لبطل تنس عالمي اسمه عمر الكموني. مش محتاجين فيه قوي ممثلين معروفين لان هو اوريدي فيلم يعتبر واقعي، كله مشاهد واقعيه ما عدا بعض الاجزاء التمثيليه، وكان البطل بتاعه هو عمر الكموني. بتستهدف فيه ربح ولا بتستهدف فيه مهرجانات اكتر؟ بستهدف فيه تجربه وابداع فني اولا، بعد كده نفكر.